وينضم إلينا أيضا هاتفيا الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أستاذ جمال، بعد التحية، هذا المنتدى يرفع شعار من التعهدات إلى التنفيذ، كيف ترى أو كيف لامست في كلمات المشاركين اليوم النية والرغبة الحقيقية في التحول من التعهدات إلى التنفيذ على أرض الواقع؟ تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. يمكن بالتأكيد نحن نتحدث عن المنتدى المهم للغاية الذي يأتي في توقيت بالغ الأهمية قبل استضافة مصر لكوب 27، وهنا ربط ما بين التعاون الدولي وما بين قضية بالغة الأهمية وهي التغيرات المناخية، وهنا برهنة أيضا على الإدراك المصري المهم بعدالة إيجاد تنمية شاملة في الدول الأفريقية تحديدا، مع إيجاد أيضا رفع لقدرات الدول الأفريقية فيما يتعلق بتحمل تبعات التغيرات المناخية، وهذا ما أكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، فكرة أيضا رفع كفاءة الدول الأفريقية في تحمل تبعات التغيرات المناخية. أعتقد أن كلمات كل من تحدث اليوم من سواء مسؤولي الأمم المتحدة أو المبعوث الأمريكي الرئاسي للتغيرات المناخية أو غيرهم من المسؤولين، أو طبعا رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، أعتقد كلها بتوصف الحالة وبتؤكد أيضا أن الوضع الراهن الآن لا يحتمل المزيد من التأخير، خاصة أن لمسنا هذا أيضا في كلمة جون كيري حينما تحدث أن دولته أيضا الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن هذه الانبعاثات الحرارية مع الدول الصناعية الكبرى العشرين، ومن ثم هذا يضع أيضا مسؤولية دولية على هذه الدول الكبرى عليها أن تتحملها في ظل الظرف الراهن الذي يضاعف في الحقيقة من تبعات التغيرات المناخية، يعني الظرف الاقتصادي العالمي، الصراعات الدولية أيضا بتضاعف من أزمات وتبعات التغيرات المناخية، وبالتالي لا يوجد رفاهية الوقت، يجب على الدول الكبرى أن تتحمل مسؤولياتها. وهنا أيضا عن أو الحديث عن نقطة في بالغة الأهمية، وهي دائما ما نجد الدولة المصرية تتحدث عنها والقيادة السياسية المصرية أيضا اليوم تحدثت عنها، وهي فكرة العدالة. حينما يعني تكون الانبعاثات من الدول الأفريقية ومن الدول النامية ضئيلة للغاية، نتحدث عن نسب يعني تكاد لا تذكر مقابل النسب العظمى تخرج من الدول الكبرى والصناعية الكبرى، يجب هنا أيضا أن يكون هناك عدالة في توزيع تبعات هذه التغيرات المناخية، وأن تقوم الدول الكبرى بدفع استحقاقات مالية يتم من خلالها تمويل المشروعات ذات الاقتصاد الأخضر في الدول الأفريقية، وأيضا تعزيز البنية التحتية في الدول الأفريقية في هذا المجال، وتعزيز القدرات بشكل عام في تحمل هذه التبعات، لأن الدول الأفريقية وحدها لا تستطيع تحمل تبعات هذه التغيرات المناخية التي حدثت على مدار عقود ماضية نتاج هذه الطفرة الصناعية والتكنولوجية التي حدثت في الدول الصناعية الكبرى. ومن ثم أنا أعتقد أن منتدى التعاون الدولي اليوم في نسخته الثانية في الحقيقة هو نقطة انطلاق جديدة نحو كوب 27 برؤية أفريقية. مصر تحاول أن تنجز مقاربة أفريقية قبل الذهاب إلى شرم الشيخ، وهذه نقطة تحسب للدولة المصرية وتؤكد أن الدولة المصرية طوال الوقت تعمل لمصلحة القضايا الأفريقية الجوهرية، ولديها في الحقيقة تحمل لمسؤوليتها الأفريقية كونها دولة أفريقية كبيرة ورائدة. ومن ثم أنا أعتقد أن هذا المنتدى الآن هو فرصة مهمة جدا لوضع رؤية أفريقية ومقاربة أفريقية، كما حتى أشار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قبل الذهاب لكوب 27، خاصة نحن نتحدث الآن أن الجميع يعترف، يعني الدول الكبرى تعترف بمسؤوليتها عن هذه التغيرات المناخية وعن وربما هذه هي النقطة التالية التي أود الحديث معك بشأنها. كلمة جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ تحدث في عدد من النقاط بكل شفافية وحيادية، أيضا ربما تحدث عن ما خصصه الرئيس الأمريكي للتعامل مع التغيرات المناخية، والذي وصفه أنه ربما يساوي بنس فيما يتعلق أو مقارنة بحجم التكاليف التي يحتاجها التعامل مع تحديات التغير المناخي، وأيضا تحدث عن مسؤولية الإدارة الأمريكية أو الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركتها في هذه الانبعاثات الكربونية. كيف ترى هذا التحول في الخطاب الأمريكي والاعتراف الصريح بالمشاركة في التغيرات المناخية، طبعا المشاركة السلبية؟
يمكن الجميع يلاحظ العوده الامريكيه للانتماء بقضايا التغيرات المناخيه مع دخول بايدن البيت الابيض، عاد لتعهدات الولايات المتحده الامريكيه الى الخاصه بالتغيرات المناخيه، ورايناه مره اخرى يعود الى الاتفاق الخاص بهذا الامر. ومن ثم طوال الوقت هناك عمل دؤوب من الولايات المتحده الامريكيه للدفع بهذه القضيه الى صداره المشهد الدولي، كونها بالفعل قضيه تمثل هاجس خطير لدى كل دول العالم الآن، وتزيد من الأعباء كما أوضحنا الاقتصادية والأزمات الدولية كلها الآن بتضاعف هذه الأزمة الخاصة بالتغيرات المناخية. ومن ثم نتحدث عن شفافية تتحدث بها الولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد أن هي مطلوبة في هذا التوقيت، مطلوب أن تتحدث مش بس الولايات المتحدة الأمريكية بل كل الدول الصناعية الكبرى بهذه الشفافية وبهذا الوضوح، وتتحدث أيضا عن دورها سواء الآني أو المستقبلي حيال هذه الأزمة التي الآن هي تعترف أنها جزء كبير من صناعتها. وبالتالي أنا أعتقد أن من الجيد جدا أن نرى جون كيري اليوم يتحدث بهذا الوضوح وبهذه المسؤولية التي تحسب الآن للإدارة الأمريكية في ظل حتى هذه الظروف الراهنة والظروف العالمية الصعبة، أن تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية وأن لا تتخلى عن مسؤوليتها، فهذا جيد. يجب أن يتم البناء على هذا الحديث في كوب 27 بإيجاد تحريك سواء للحزم المالية التي أقرت في مؤتمر باريس للتغيرات المناخية، أو إيجاد آليات فاعلة لإيجاد قنوات ومسارات لتمويل الاقتصاد الأخضر والمشروعات التنموية والشراكات الدولية في هذا الإطار. وأعتقد أن المبادرة المصرية التي خرجت في شكل المنصة المصرية الخاصة بالتمويل المتعلق بالاستثمار الأخضر نوافي، أنا أعتقد أن هي مبادرة مصرية رائعة، ويمكن أيضا البناء عليها إفريقيا مش بس مصريا، وهذا ما يحتاجه المجتمع الأفريقي، أن يكون هناك مثل هذه المنصات التي من الممكن أن تكون بالفعل هي نقطة انطلاق للتعاون الدولي في هذا الشأن. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا.